السلام عليكم حبيباتي احبائي، رمضان مبارك سعيد يدخل عليكم الصحه والسلامه، وباش تمنيتو ان شاء الله يا ربي. وكيف تنقولوا رمضان تنقولوا الشباكيه والحريره والصفوف، يعني متيخطاوش الموائد ديالنا الرمضانيه. واليوم ان شاء الله غادي نصايبوا جميع واحد الصفوف واحد السليلو اللي تنصايبوا دائما لعائلتي، غادي نتقاسموا معكم اليوم. اول حاجه عندي هنايا 2 كيلو ديال الدقيق القمح، يعني من بعد ما حمرتهم في الفران، يعني خليتهم يتحمروا هكذا ولا الشكل ديالو الذهبي، ماشي خليته تتحمر بزاف وغادي تحرق لينا. وعندي كذلك هنايا كيلو د الزنجلان، كيف تتشوفوا عندي هنايا نص خليته صاير، وعندي النصف الاخر يعني مطحون حتى ولا على هذا الشكل هكذا كيف العجينه. وعندي كذلك كيلو ديال اللوز من بعد ما وضعته في طنجره ديال الضغط او الكوكو فيها ما طايب، وطفيت النار وضعت اللوز فيها وصفيته مباشره وقشرته تنشف ليا مزيان، ومن بعد وضعته في الفران. كيف تشوفوا بهذه الطريقه ما تيفزكش لينا اللوز من الداخل، يعني حنايا عندنا الغرض نحيدو غير القشره، وبهكذا تيبقى لنا مقرمل من الداخل وتيجينا ساهل ملي تنحمرو تيجي الشكل ديالو غزال هكذا اللون ديالو وردي. وعندنا هنايا معلقه كبيره ديال إيلان، وعندنا هنايا ربعة ديال السكر البني او السكر القصبي، انا تنكتفي غير بربعة، لا جاني ناقص تنزيد في واحد شوية ديال العسل الطبيعي. وعندنا هنايا معلقة ديال زرعة الكتان، يعني من بعد غادي نطحنها معاكم مباشرة. وعندي ثلاثة المعالق ديال القرفة مطحونة، وعندي هنايا حبة حلاوة معلقة كبيرة، وعندي هنايا ثلاثة المعالق كبار ديال النافع من بعد ما طحناهم مزيان، ما دوزهمش في الفران او في المقلاس، لان الا مشيت درتهم في المقلاس تمشي لهم ديك الريحه ديالهم، تنفضل انا نديرو هكذاك الطريم مطحون وتنغربلو. وعندي هنايا زريعه الشيا ملعقه كبيره، وعندي هنايا سكر حره او قوم اغابيك، شديت طحنتها لان هي قاصحه، طحنتها بشويه ديال السكر كلاصي باش ولا الشكل ديالها بحال هكذا. وعندي هنايا معلقه كبيره ديال الملحه، عندي هنايا ربعه الزيت البلديه. ودابا غادي نقومو بطحن اللوز، يعني غادي نطحن النص ديالو مزيان تيولي ليا كالعجينه، والنص غادي نخليه هكذاك يبقى مهرمش، وغادي نطحنو كذلك زريعه الكتان. ودابا غادي نبداو طريقه تحضير هاد العناصر. دونك اول حاجه اللي غادي ندير دابا هنايا غادي نطحن اللوز، غادي نطحن النصف ديالو، غادي نكتفي غير بالنصف، والنصف الاخر غادي نوضعو جانبا لان غادي نحتاجو للتزيين. ودابا غادي نغربل الدقيق، يعني من بعد ما تحمر خصنا نغربلوه باش يتحيدوا لنا هذوك الحبيبات. ودابا من بعد ما غربلت هاد الدقيق غادي نوضع الزنجلان، غادي نوضع الزنجلان بما مطحون لا والو هكذا. وهنايا عندي ثلاثه المعالق ديال النافع غادي نغربلهم، تنبغي انا يكونوا مطحونين مزيان باش المعده ديالنا ما تاثرش في رمضان. هاد السفوف هذا بغيته يعني كمقوي لينا في رمضان، يعني ما بغيتش الحوايج يكونوا فيه اللي غادي يضرونا على الصحه. دونك كذلك هنايا حبه حلاوه، هنايا غادي نغربلها، غادي نوضع القرفه، وغادي نوضع هنايا معلقه ديال إيلان، وغادي نوضع المسكه الحره حتى هي، وغادي نوضع هنايا معلقه ديال الخميره. ودابا طحنا اللوز مزيان النص ديالو، كذلك زريعه الكتان حتى هي غادي نطحنوها، وغادي نطحنو كذلك زريعه الشيا، وغادي السكر البني من بعد ما طحنتهم غادي نغربلهم هنا، وغادي نديرو معلقه ديال الكوزه من بعد ما طحناها، غادي نخلطو كلشي. ودابا غادي نهرمش هاد اللوز، غادي ناخذ تقريبا نص ديالو كذلك وغادي نهرمشو، غادي نخليه هذا للتزيين، غادي نهرمشو غير شويه ماشي بزاف. كيف تتشوفوا ما بقاش ناشف كي كان، بحيت الزنجلان اللي طحنا هو واللوز مزيان طلقنا داك الزيوت ديالو، بحيت ما غاديش نحتاج ندير الزيت كثيره،
غادي نديري هاد الزيت البلديه كي قلت لكم، غادي نضيف فيه هاد الشويه، حيت من بعد غادي نوريكم شنو غادي ندير بالنص ديال هاد السفوف، يعني النص نخلطو بالعسل والنص نخليه هكذاك ناشف. فوالا وغادي نخلطو دابا كلشي. ها هو وجد عندي، وهنا بقى لي غير هاد اللوز بلي غادي نديرو التزيين. صافي هو اللي غادي ندير. ودابا غادي نصايبو صفوف بريستيج. غادي ناخد واحد الكميه لا باس بها، غادي ناخدها باش غادي نديرها هنايا كي تتشوفوا. غادي نخلطها مع شويه العسل، يعني على حسب الكميه اللي عندكم، يعني كميه ديال السكر ما وضعتهاش كثيره. ودابا غادي نخلط بيديا بجوج، يعني العسل اللي درت هنايا راه سخنته ما درتوش بارد، حيت الا درتو بارد غادي تكونوا ليا حبيبات. دافي شويه ماشي سخون سخون وانما دافي. فوالا من بعد كي قلت لكم ما خلط السفوف بالعسل ولا على هذا الشكل هكذا، ضروري ديروا العسل سخون، ما ديروش بارد وما ديروش سخون بزاف، يعني يكون دافي وعجينه كيف تشوفوا. ها هو جد عندي. دابا غادي ندوز باش غادي نصايبو الخميسه، هذا الرمز الامازيغي حتى هو. غادي نصايب البراد وغادي نصايب هاد الشكيلات ديال الورده، نتوما معايا وغادي تشوفوا الباقي. غادي نخلط شويه ديال الشوكولاته، يعني ما ذوبتها في الميكرووند ولا ذوبوها بالبان ماري حمام مريم. وهنايا عندي الشوكولاته البيضاء حتى هي هي. غادي نصايبهم بالسوغان هكذا كيف تشوفوا، يعني تجي طريقه بسيطه وسهله باش ما نخرجش على الحاشيه. دونك هنايا عملت سوغان بالشوكولاته البيضاء وهذه بالشوكولاته السوداء. وغادي نصايبو كذلك هنايا هذه ديال البراد حتى هي، غادي نوضع الشوكولاته فيها وغادي نعمر هاد الوريضات. فوالا وغادي نصايبو ثاني هذه، يعني درت الكوش الاولى خليتها تنشفات ودرت لوزه ودرت هاد الكوش الاخرانيه هاكا. ودابا غادي نوضعوها في الثلاجه. من بعد ما سرحت السفوف، من بعد ما وضعت له العسل، غادي نسرحو بحال هكذا وباش غادي نصايب الشوكولاته خرجتها من الثلاجه باش نصايب بحال هذا الشكل هذا كيف تشوفوا، تيجي رائع. انا غادي نصايب، ما عنديش هذاك المول اللي تنديرو ديال الخميسه، انا غادي ندير هذا يعني ديال الصابا ماشي مشكل. ومن بعد غادي نقطعو كيف تشوفوا، غادي نقطعو على هذا الشكل وغادي ناخذ الخميسه ديالنا هي هذه. من بعد ما خرجتها من الثلاجه غادي نوضعها من الفوق. نتوما الا كانت عندكم القالب او الخاتم ديال الخميسه مزيان، انا ما عنديش، يعني وضعتي هذا ديال الصابا كيف تشوفوا وغادي نقطعو من الجناب هكذا. هو الوحيد اللي لقيتو تيشبه تقريبا الخميسه، ندير له بحال هكذا الخميسه وغادي نوضعو هنا. ودابا نخرجوا من الثلاجه هاد الشوكولاته وغادي نديرها كيف قلت لكم. انا ما عنديش القوالب ديال هاد لي مول، عندي هاد الفوقاني ديالهم كيف تشوفوا ما عنديش. دونك غادي نحاول نصنع اطار، يعني غير بهكذا يعني بالموس غادي نقطع، غادي نحاول ندير اطار غير بالموس، يعني ماشي ضروري يكونوا عندنا الحوايج والالات باش نقدروا نصايبوا شي حاجه. فوالا هذا هو الاطار، غادي نخرج عليه وحدين اخرين. نجمع هاد العجينات كذلك، فوالا
دوك انايا دابا صايبت هادو غادي ندير لهم اطارات، ودابا من بعد ما صايبت الاطار غادي تلصقوه بالعسل او الجليكوز. انا غادي نلصقو غير بشويه ديال العسل وغادي نوضع الاطار اللوز يفيلي هنا في الوسط بحال هكذا، وغادي نوضعو هنايا كيف تتشوفوا الشكل ديالو تيجي رائع. ودابا غادي نلتحق باش نكمل هادو حتى هما، غادي نلصقهم يعني درت دوائر يعني كي قلت لكم ما عنديش عندي هذا، ولكن فضلت نصايبو انا غير بالغطاء ديال البيبرون هذاك الغطاء ديال البيبرون صايبت به هاد الدائره، مع اني عندي هذا صغير وعندي وحدين كبارين يعني نقدو باش ما كان، يعني المهم هو اننا نصايبو شي حاجه باش نفرحو بها العائلات ديالنا. وغادي نزود البراد كيف تتشوفوا هنايا كذلك ما عنديش هاد البراد قالب، غادي نحاول نصنع انايا بيديا وبهكذا نكون صايبت البراد ديالي. وغادي نلصق فوالا وبهكذا نكون صايبت بلاطو ديالي بريستيج. دابا بقى ليا غير نضيف هنايا واحد الملون، ودابا غادي ندير واحد الشويه ديال البرونز غادي نديروه على البراد باش يجيني بحال لا هو برونز. غادي ناخذ شويه يعني هنايا عندي لؤلؤ برونز كيتباع في المحلات ديال الحلويات فوالا، وغادي نوضعو البرونز على الشوكولاته. ودابا حبيباتي احبائي غادي نقوم بوضع الصفوف هنايا كيف شفتو دخلتو مزيان ها هو، يعني هذا هو الشكل ديالو. وزدت منو باش نزينو هنايا حاولت نوضعو هكذا، حبيباتي احبائي كيف تتشوفوا سالينا وانتهينا من التزيين ديال الصفوف بريستيج ودرناه في هذا البلاطو كيف تتشوفوا، يعني جا زوين والشكل ديالو هائل وزيناه بالشوكولاته ودرناه درنا ليه زيت البلديه وخلطناه هنايا، وهنايا كذلك خلطنا زدنا فيه واحد شويه زيت البلديه بلوس على داك اللي كنت وريت لكم، درت هنايا زايده باش خرج ليا بحال هكذا. وكذلك نفس هذا وهذا يعني ما كاين حتى شي تغيير، زينتو بشويه ديال اللوز من الفوق ولكم الاختيار كل واحد يزين بطريقه اللي بغى. تنتمنى رمضان يدخل عليكم بالصحه والسلامه وباش تمنيتو، وكل عام وانتم بخير وكل عام ورمضان يلقاكم بصحه جيده. نتمنى الفيديو يعجبكم، ما تنساوش تابونا وتفعلوا الجرس باش توصلوا دائما بالجديد. الى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله، مع السلامه.